خلونا نروح نستقبل هاتفيا كابتن أسامة عرابي. كابتن أسامة ألف ألف مليون مبروك امبارح، يعني من امبارح الجماهير ما بطلتش تفاعل وتشجيع على كل المواقع التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا بك استاذ رجائي وبالساده المشاهدين. طبعا الف شكر على اللي انت قلته، الف الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، كل من ينتمي للاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني مستر كولر والجهاز الفني والاداري واللاعبين وكل كل العاملين في النادي الاهلي وكل بقى المنتمين للنادي الاهلي. فوز غالي وكبير وكان منتظر من النهائي السنه اللي فاتت اللي كان امام الوداد ايضا. صحيح. وظروفه كانت صعبه شويه، لكن الحمد لله ربنا عوض السنه دي بالبطوله ال 11 الحمد لله. كابتن اسامه، يعني حضرتك مهتم بالناشئين بنادي الاهلي، وكنت حضرتك يعني متولى مسؤوليه الاكاديميه كره القدم في النادي الاهلي. كابتن محمد عبد المنعم من ناشئي النادي الاهلي، تقول له ايه المستوى الرائع اللي ظهر بيه؟ لا بص، انا ما كنتش في اكاديميات النادي الاهلي، واخويا امين هو اللي ماسك حتى الان في اكاديميات النادي الاهلي. انا كنت مدير فني في قطاع الناشئين في الاهلي، بس ده الكلام ده في بداياتي خالص سنه 99 و2000، وبعد كده بقى اشتغلت في الفريق الاول سواء مع مستر مانويل جوزيه، مع ديكسي، مع مارتن يول، وانا اشتغلت طبعا لوحدي كتير في الدوري الممتاز ب والدوري الممتاز ا والدوري الممتاز الف. فانا يعني بعيد عن اكاديميات النادي الاهلي دلوقتي، انا في قناه الاهلي وفي اكاديميات اسمها سيتي كلوب، واحد من المشرفين عليها يعني. طيب بغض النظر يا كابتن، تقول لي موهبه صاعده ليها شخصيه، شخصيه النادي الاهلي، وهي الشخصيه دي يعني في لعيبه كتير جدا بتاخد سنين علشان تكتسب شخصيه النادي الاهلي، تقول ايه للكابتن محمد عبد المنعم؟ محمد عبد المنعم اولا واحد من افضل اللعيبه في المركز ده اللي هو قلب الدفاع. يعني مش هقول لك الايام دي بس، يعني هو طبعا لسه سنه صغير زي ما انت بتقول، وربنا يوفقه، هو من ناشئين النادي الاهلي. و لا حتى على مدار السنين اللي انا لعبتها او اشتغلت فيها مدرب او اللي شاهدت فيها كوره قبل ما العب في الفريق الاول في النادي الاهلي او المنتخب، لا هو واحد من اهم اللعيبه اللي جت في المركز ده. عنده ثبات انفعالي، عنده ثقه بنفسه عاليه جدا، بيمرر كويس قوي، لما بيطلع في داخل 18 في منطقه جزاء الخصوم، وديك شفت الهدف امبارح وشفت هدف الرجاء قبل كده واهداف في الدوري. متمكن جدا في اللعب في ضربات الراس، وبيعرف يتصرف حتى لما بيطلع لنص الملعب، بيعرف يزيد مع اللاعبين. فهو عنده مقومات كبيره على المستوى النفسي والشخصي. طبعا احيانا بس بتزيد منه شويه مبالغه في احيانا، لكن دي ما هو يعني ما يعني سهل قوي ان هو يتخلص منها. لكن كل مقومات بقى المدافع، من الرقابه، من التغطيه، من التوقع، من الحاجات النفسيه، الثبات، عنده ثقه بنفسه، الحاجات بقى الثانيه كمان في الهجوم، في بدايه الهجمه، في 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 احراز الاهداف بالذات عن طريق ضربات الراس. فهو هو لعيب شبه متكامل، وانا شايف ان هو من اكثر اللاعبين في مصر حاليا اللي ممكن يحترف في الدوري الاوروبي، ومش دوري كمان عادي، يعني ممكن يحترف في الدوريات الاوروبيه الكبيره يعني. فهو فعلا نتاج قطاع ناشئين النادي الاهلي، ويمكن كابتن اسامه حسني امبارح كان واحنا في الاستوديو بيتكلم عليه، وكابتن ياسر رجب يعني كان هو اصلا بيلعب راس حربه، وهو اللي جاب له المركز دوت اللي هو القلب الدفاع، وهو محمد كان زعلان وهو صغير يعني في الناشئين يعني. وغيره معلومه جديده، محمد عبد المنعم كان بيلعب قبل كده راس حربه. راس حربه وياسر كابتن ياسر رجب طبعا بنشكره، هو اللي غير له مركزه وخلاه قلب دفاع، وهو كان زعلان. ده كان عنده كام سنه كابتن اسامه؟
يعني هو صغير، هو 11 سنه ولا 12 سنه يعني. فانا حتى بالنسبه لي كانت معلومه جديده، اول مره كنت اسمعها امبارح واحنا في الاستوديو. فلغايه لما اقتنع ان هو في المكان ده، والكابتن ياسر توقع له ان هو هيبقى لاعب في النادي الاهلي ومنتخب مصر وهيبقى ليه شأن، فهو فعلا لعيب مهم ويستاهل. بس انا يعني بنصحه حاجه، لعيب الكره الكويس اللي عنده استمراريه. طبعا يعني طبعا. يعني ما اكتفيش باللي انا وصلت له اكيد، لانه نشوف اللعيبه الكبار، اللعيبه الكبار اللي هم ليهم تاريخ كبير. أيوة. سواء في مصر او في الخارج. ايوه هو اللي بيقعد يلعب سنين صح. بيكسر ارقامه. يعني انت بتتكلم على موهبه زي ميسي، لما تتكلم على كريستيانو رونالدو، تتكلم ده على محمد صلاح صح. تتكلم بيقعد فترات طويله سنين، يعني بيقعد بال10 وال12 وال15 سنه في ثبات في المستوى، في نفس المستوى. لكن مش انا ابقى فرحان ان انا اطلع العب لي نص موسم ولا موسم كويس وبعد كده انتهي. وده حصلت مع نجوم كبار لسه كنت هقول لحضرتك، يعني اكم من النجوم اللي هي كانت وصلت لمستويات عاليه جدا، وحصل بقى اللي هو ايه يعني الغرور بقى والثقه زياده على النفس، والكيرف نزل تماما لغايه ما اعتزلوا يعني للاسف الشديد. في مصر وفي الخارج، في مصر وفي ده الخارج. ده حقيقي. يعني انا عايز اقول لك حاجه، موهبه مثلا مع الفارق طبعا هو حقق حاجات كتيره، بس انا بقول ان هو كان ممكن يوصل لمكانه غير كده. واحد زي رونالدينهو مثلا، من احسن لعيبه جت في تاريخ الكوره في العالم. طبعا طبعا في العالم. ساحر رونالدينهو طبعا. لما تيجي تقارنه، ما حدش بيفتكره جنب ميسي وكريستيانو، رغم ان هو طبعا اعلى موهبه من كريستيانو، دي ما فيهاش شك، وكمان يضاهي ميسي، وممكن ما تكون موهبته اعلى. وانا بالنسبه لي هو اعظم من لمس كره القدم، رونالدينو. ماشي، بس لما تيجي تحسب تاريخه صحيح حقق طبعا نجاحات، ولكن كان ممكن يبقى في مكانه ثانيه خالص غير دي. يعني تماما. في ناس كتير ممكن بت بت يعني بتفتكروا احنا عشان شفناه وعارفين كورته الحلوه. انا جبت لك مثل ده كمان، ايه ده 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 يعني لعب شويه ولعب فترات، لكن في كمان موهوبين اخرين سواء في مصر او في الخارج ما لعبوش حاجه خالص بقى، يعني زي ما بقول لك كده سنه ولا سنتين وعمره الفني اللي هو العالي يعني انتهى. طيب ممكن اسالك سؤال اخر يا كابتن اسامه؟ بنصحها له، بنصحها لاي ناشئ يعني. طيب. او لعيب صغير يعني. رجوعا للمباراه، لو حضرتك كنت مكان مارسيل كولر، ايه القرار اللي مارسيل كولر اتخذه امبارح وانت قلت عليه شابو، وايه القرار اللي اتخذه امبارح سواء بقى كان قرار وسط الملعب في يعني اثناء سير مجريات المباراه او في قبل المباراه يعني من التشكيله، وقلت ان هو لا غلط؟ لا، هو يعني امبارح بالذات من بص المدير الفني زيه زي اللعيب، ساعات احيانا بيبقى موفق جدا واحيانا ممكن يخفق. ف ممكن مثلا في القاهره انا قلت ان هو اتاخر في التغييرات، انه ان مثلا في تغييرات ما كانتش المفروض تتم، لكن امبارح تقريبا موفق في حاجات كتيره. اولا التشكيل في بدايته هو ده التشكيل المتوقع، يعني رغم ان مثلا هنيجي في المباراه الاولى مصطفى شوبير كان واحد من نجوم اللقاء وعمل مباراه كبيره جدا، وكان قبليها عامل في الدوري ماتشات كبيره، بس جه في مباراه زي دي ابتدى بالشناوي. ده المنطقي والطبيعي، مش أكيد مش طبعا. مش عشان ان مصطفى يعني مش كفاءة أو إن هو ما أداش بصورة مميزة جدا في المباراة الأولى، ولكن بحكم خبرة الشناوي، بحكم تاريخه الكبير في المواقف اللي زي ديت، فكان محتاجة شوية خبرات أكثر، فهو خد القرار السليم رغم تألق مصطفى في المباراة الأولى. بقية الفرقة هو ده التشكيل اللي هو بيلعب بيه في معظم الماتشات الأخيرة القوية سواء في إفريقيا أو في الدوري، هو ده تقريبا التشكيل اللي هو استقر عليه في كل الماتشات الأخيرة، فما كانش في بداية التشكيل اللعب يعني كان موفق، وهو ده الاختيار. كون بقى إن اللعيبة في بعضها
ما كانش موفق او ما كانش بالدرجه ده بيحصل في كره القدم وبالذات في ماتش زي ده، لانه الماتش اتصعب بعد هدف الوداد هنا والنتيجه بقت 2-1. صحيح. فصعب الماتش وخلى في ناس عصبيه شويه في الملعب، في ناس كانت بره تركيزها شويه. لما جه يغير اولا ما تاخرش في التبديلات، يعني هو غير من الدقيقه 58 يعني حوالي مثلا 13 دقيقه ولا حاجه من بدايه الشوط، من بدايه الشوط الثاني يعني. ما تاخرش يعني. احنا كنا متخيلين ان ممكن يغير بين الشوطين، بس احنا عشان عارفين طبيعه مستر كولر قلنا بعد 10 دقائق بالكثير وهيغير، وده اللي حصل. غير اشا وعبد القادر، وكان لازم ينزلوا لانه في الشوط الاولاني ما كانش فيه سيطره خالص من النادي الاهلي في وسط الملعب. يعني الحاله اللي كان فيها حمدي وديانج ومروان ما كانتش، يعني هم الثلاثه دول بالذات في معظم الماتشات بيكسبوا النادي الاهلي، ده حقيقي، وبيسيطروا على وسط الملعب. وشفنا ازاي يعني التبديلات يعني احدثت فارق كبير، بغض النظر هم يعني نجحوا او اصابهم التوفيق ولا لا، سواء كان عبد القادر وشريف، بس يعني احنا نقول ان التغييرات كانت عملت حاله جديده. لا، وقفشه الاول، خلي بالك كان لازم واحد زي قفشه ينزل، لانه كان لازم يحصل سيطره على وسط الملعب شويه. النادي الاهلي كان مفتقد السيطره في وسط الملعب، بيعرف يستحوذ، بيعرف يلاعب، بيعرف، ما عندوش خوف، يعني عنده خبره في المواقف اللي زي دي. شفنا كذا كوره من نص الملعب بساط عكسيه لعبد القادر وشريف. ايوه، فنكونه نزل قفشه وعبد القادر، رغم ان عبد القادر يعني طبعا وفق في ماتشات كتيره، بس حته بس زياده الكوره شويه احيانا دي بتزيد منه، ان شاء الله يعني يتخلص منها، لانه لعيب مهاري وخطر يعني. فنزلوا عملوا نشاط، ثم تبديلت عمرو السوليه ورامي ربيعه في اخر المباراه في الدقيقه 85، بعد كده برضو زودت اكتر النشاط للنادي الاهلي، وبقى بيوصل لمرمى المطيع يعني، ومرمى فرقه الوداد. واخيرا لما جه الجون في اخر 5 6 دقائق، لاعب رامي ربيعه كسر زباك تالت، عشان هم ابتدوا يلجأوا كتير للكرة الطويلة، أكيد، وحطوا احداد جنب سامبو، فبقى مدعم لعبد المنعم وياسر في التصدي للكرات الطويلة الكتيرة اللي كانوا بيلعبوها جوه ال 18، لان الوقت كان بيمر وهم ابتدوا يلجأوا للموضوع ده. فهو نزل برضو رامي ربيعه، فهو كان موفق في سواء في بدايه التشكيل او في التغييرات، و تديله كام من 10 يعني؟ يستحق المكسب يعني. ايه؟ تديله كام من 10؟ في مباراه زي دي يعني 8.5. انا بشكرك، 8.5 9 يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن اسامه عرابي، نجم طبعا نجوم نادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي السابق. بشكرك شكرا جزيلا، والف الف مليون مبروك.